نخش على الحالات؟ يلا بينا. يلا بينا. واحدة من النقاط اللي شفناها مختلفة شوية عن منتخب فيتوريا هو عملية التحضير، عملية بناء اللعب. كابتن حسام حسن الفكرة بتاعته في التحضير كانت اللي هو بيسترتش الملعب تماما، فاتح الطرفين او مطير الباكين زي ما بنقولها، تلاقي محمد هاني فاتح الخط تماما، محمد حمدي فاتح الخط تماما، وبيعمل عملية بناء اللعب بايه؟ باتنين قلوب الدفاع قدامهم مروان عطية والاتنين لعيبة رقم 8 بيتحولوا كباكات عشان اطير حمدي واطير هاني وابتدي اجمع اللعب في ناحية وابتدي اعكس زاوية الملعب تماما. لو رجعنا بس للحالات من اولها خالص بس وقف هنا ثانية واحدة، بص هتلاقي هنا انا بحضر بمين؟ برامي ربيعه وعبد المنعم، مروان عطيه لوحده في النص اهو، هتلاقي اللي فاتح هناك امام عاشور، اللي تحت 22 اهو قفشه، فكانهم هم الباكات. هتلاقي بقى اللي طايرين محمد هاني هيطير، هيبتدي يطير، مشي الحاله كده بابلي لو سمحت او فتح الله معلش، ايوه بس اول ما عدي 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 على طول، اول ما توصل بس سقف ثانيه واحده، بص هنا هاني فين؟ ماشي. تحت خالص فاتح الملعب خالص ناحيه اليمين، وحمدي هنا هو خالص قدام. ماشي. فانت مين اللي بيستلمه في نص الملعب؟ اتلين الثمانيه، امام عاشور وقفشه. ماشي. عشان تبتدي تجمع. بس طبعا الاختراقات اللي كانت بالعمق دي اللي كانت بتعمل لك مشكله، يعني المساحات بعيده قوي يا ابراهيم. أيوه. مش هتلاقي لعيبه قريبه، فيا الكره يا هتروح بالشكل اللي انت شايفه ده. من مهاره لامام عاشور ان هو يعرف يتصرف بالكره، لا ماشي الحالات بحالتها الطبيعيه عادي. الكاميرا دي بالنسبه لكم في التحليل عبقريه عظيمه طبعا. كشف لك الملعب كله عبقريه. وقف ثانيه واحده. هي نفس الحاله بالملي، بص هتلاقي قفشه فين وامام هناك اهو، حمدي فاتح الخط تماما كانه جناح، نفس الكلام محمد هاني، ومرموش بيتحول مع مصطفى محمد كاتنين مهاجمين مع تريزيجيه. فكمل بس طبعا ضغط المنتخب النيوزيلندي خلاك منع تماما عمليه البيلد اب من العمق، فبالتالي بص حتى مروان عطيه لوحده الخط بعيد قوي، شايف الكوره لازم يلعبها مروان بالشكل ده عشان توصل في الاخر مقطوعه لمنتخب نيوزيلندا. فاذا انت ما كنتش بتحضر تماما من خلال عمق الملعب، كنت بتلعب بالتركايه واحده زي ما قلت لك عليها، ان هتخلي الاثنين رقم 8 سواء ايمان او قفشه يضموا على اللعيب رقم 6 عشان تبتدي تنقل الملعب، عشان لعبك الاساسي هو على الاطراف. وهبتدي اشوف لك الحالات بقى الايجابيه او الطريقه دي اللي جه منها حتى كمان الهدف بعد ما شكري خالص.